السلام عليكم البنات، كيدايرين؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قرب العيد، عيد مبارك سعيد، ادخل لكم بالصحه والسلامه. حنا غاديين عند المعني بالامر اللي هو الخروف. حنا غاديين السوق ديال الخرفه ان شاء الله، وقلت فرصه انتم تشوفوا هذا الفيديو ديالو. يلا حنا منوصلوا ان شاء الله، ان شاء الله منوصلوا تماك نكملوا الفيديو. سوق كبير، اول مره كنجي ليه. هذا السوق كان في طريق السويله الاربع، تيقولوا الاربع، خرجت من مراكش. جيت مع خويا، بارك الله هنايا. شوف الحواله، تبارك الله. شوف هذا اللي قدامنا، باين عليه فرطاس. هاو ماشي داو. شوفوا هنايا الناس مجمعين. شوف هذا تبارك الله، شوف هذا تبارك الله. قد عليه هذاك الباص باين هنا. عالم اخر هنا. سلام سلام. كان زعما كندوزو حداه زعما ما خايفينش. السلام عليكم. اهلا اهلا. معني بالامر بالصار مع شواد، وقتيت معاهم الغراب وفرحتهم. هذا الشيء اللي كاين البنات، قلنا نجيو ونشوفوا مع كيفاش الناس كيجيو كيبيعوا، كيفاش الناس كيجيو كيشريو. هذه هي الحياه اليوميه ديالهم. ساكن دائما طالت ايام اللي هي قبل العيد. الله يسخر كل شيء والله يسهل على كل شيء. تبارك الله، وكل واحد على قد ما كيقدر، شي كبير شي صغير. شو اللي كاين؟ بغا يجبد واحد ياك. كاين اللي كيبغي الصغيورين. شو هذا؟ ان شاء الله. شحال هذا قالك؟ 70. تبارك الله تبارك الله. هذا في الكلمة الأولى 70، ولكن ممكن ينزل على 70. رخيص واخا هكاك. رخيص 70. قالك إلا بغيت، إلا بغيتي تساعد. تحبي تساعد. شوفوا باش كتعرفوا واش مزيان ولا لا. تبارك الله، هنا الدنيا عامره. ما شاء الله. السوق ما شاء الله، الحواله تبارك الله، خفان نقيين وزوينين. والما بارد هنا ما يسخر. ما
صغورين على قد الفليبر. شو هذا ما شاء الله؟ شوف هذا طاوية السوق، يعني ضربنا الدورة كلها في السوق تقريبا. اليوم كاع عندي انت العباسي شحال؟ هذا 68. ما شاء الله الله يسر. ما شاء الله هذه هي 80 قاعد يبان ها سدد من سير هذا على مر الزمان سير سير حروف شحال قال هذا 160 شحال هي 34 3400 درهم 3400 درهم. اليوم جينا هذا الشيء كان كاينه الخشبيه كاينه الخ هذاك تاوي تيبان قلت شنو كتعرفوا من الدار؟ كتعرف من الدار؟ من هنا شتي باش عرفوا مليح كيكون ما كاينش من هاد البلاصه هادي كتكونش تقويصه كيكون يعني غادي نيشان اللي كيعرفوا في الحوالي. الله يسهل اسيدي ما شاء الله كاين الخير كاين. شوف هذا شوف هذا شحال قال لك كيعرفوهم سنانهم وكيعرفوهم من الذهب. الصدر ديالو والصدر ديالو شوف كيكون هنا طلع عنده حولي شي باش كيعرفو مليح ياخذ معلومه. هادو كاع الطرق كيعرفو بهم ما شاء الله. حزين واحد ما معترض على العيد داخل معترض على العيد كيف بالي غام السوق كبير باقي حتى لهي. شوف لهي مازال ما شفناش ليه لا غير لهي درنا هنايا تقريبا دزنا هاد البلاصه. لا كيتشابه البلاصه كتشابه المهم هادشي اللي كاين في البلايص سايلا اختارينا شي واحد غادي نوري لكم. Thank you.
هادشي اللي كاين البنات. واك الروسه دير ديك الله يرحمها يدك باين الخرف راجل بلا ما دير يدك الروسه هنايا ها الدريري الدريري ها الروسه صافي هادشي اللي هادشي اللي كاين هادشي كيف هاد السوق نتمنى يعجبكم هاد الفيديو مولا كانت شي حاجه واحده اخرى غنبينها لكم ثاني في الاخر ما عجبوش راسو كيوت يلا بالحاج ديال المليح لك مليح كاين حاولي هذيك الحروف براسنا هذيك زيد ياك الله ودي ما كنت بقى مصدع انا ودي حنا العام كامل تحت فيها وش تبدا شي لا بلاد السوق انت شوف لي عجبك عبد الحاج نبيعو لك ما انت واحد لوكع عبد الحاج سوق تحية مقبيل وحنا كندورو مازال ما طحناش على شي خروف يكون مقبيلة مازال تحتار في هذا السوق هذا كامل زعما بقيناش اللي هو باغي الله يسخر الله يسخر الله يسخر لك الله يسخر لك غرو 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 اشنو رجعوا خروف ينسك خروف صافي البنات هكا كان الفيديو ديال اليوم هذا هو السوق الخرفان نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وإلى فيديو واحد اخر ان شاء الله السلام عليكم وعيد مبارك سعيد ادخلكم الصحه والسلامه السلامه رشيد جاي تجري باش تيجي واحد حرب حرب هنايا واو او ماي جاد شوفوا فاش كاينو دو كلهم كانت الحرب حرب